ينضم إلينا جميل الحسن مراسل أورينت نيوز مباشرة من جبل شحشبو بحما. أهلا بك من جديد جميل. إذن القصف المكثف ما زال مستمرا على المناطق السكنية مع استمرار المعارك أيضا واحتدامها خاصة على جبهة الحماميات. أكثر تفاصيل عن الوضع وطبعا هل من مستجدات لديك؟ نعم هاجر، بالفعل سأبدأ معك بالنسبة للوضع الإنساني وعمليات القصف الممنهجة التي تتبعها ميليشيا أسد الطائفية بمختلف أنواع الأسلحة الأرضية وصواريخ الأرض أرض وقذائف المدفعية والهاون التي تستهدف ريف حماء الشمالي من كفر زيتا وصولا إلى مدينة موريك زكا حصرايا الأربعين ودخولا إلى الجيسات وحتى جبل شحشبو إلى كوكبة ودير سمبل وعدد العشرات من القرى والبلدات في جبل شحشبو وصولا في سهل الغاب قسطون زي جسر بيت الراس والحويجة. جميع هذه القرى التي يتم استهدافها من عدة معسكرات تابعة لميليشيا أسد الطائفية من معسكرات المتواجدة في حواجز المهد والنحل وعدة مناطق أخرى، نضيف على ذلك معسكر جورين الذي يستهدف بشكل مركز الأماكن السكنية. الطائرات الحربية التابعة لميليشيا أسد الطائفية سيخوي 22 24 ميك 23 والطائرات المروحية واللام 39. أعداد الضحايا حتى هذه اللحظة، منذ قليل كان هناك استهداف لسيارة كانت تقل مدنيين يعملون في الأراضي الزراعية في منطقة الجيسات، تم استهدافها بصاروخ كورنيت من أماكن تمركز ميليشيا أسد الطائفية بريف حماء الشمالي ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، واحد يتبع من مدينة اللطامنة والآخر من مدينة كفر زيتا، وإصابة المدنيين آخرين كانوا متواجدون في هذه الأراضي الزراعية. نضيف على ذلك استهداف طيران الحرب التابعة لميليشيا أسد مدينة كفر زيتا ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين منذ 30 دقيقة تقريبا، أيضا مقتل امرأة وإصابة أفراد عائلتها في بلدة الزكاة بريف حماء الشمالي نتيجة استهدافها بالصواريخ المدفعية بقذائف المدفعية والصواريخ، ونضيف على ذلك استهدافها بالطيران التابع لقوات الاحتلال الروسي وأيضا إصابات في صفوف المدنيين إصابات طفيفة نتيجة استهداف قرى وبلدات جبل شحشبو وسهل الغاب. صعوبات كبيرة تواجهها مراكز الدفاع المدني في الوصول إلى هذه المناطق المستهدفة. طبعا نضيف على ذلك نزوح أبناء مدينة اللطامنة، عائلتين مؤلفتين من 9 مدنيين نزحوا باتجاه خان شيخون. انطلقت 4 طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الروسي من مطار حميمين استهدفتهم في محيط هذه المدينة التي تتبع إداريا لريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين، 4 أطفال ورجلين وامرأتين. أما الطفل التاسع الذي قد أعلنوا عنه أنه قد قتل، يعني وجد على قيد الحياة لتكون الإحصائية النهائية هي 8 شهداء. بالنسبة لأوضاع المعارك والمستجدات، عندما تمكنت الفصائل المقاتلة من السيطرة على الحماميات وتلتها وتكبيد ميليشيا أسد الطائفية خسائر فادحة بعد 30 ساعة من التمهيد المدفعي وبالبراميل بالمراميل المتفجرة والحاويات ومختلف الطائرات الحربية وأبرزها الذي دخل على الخط بشكل مباشر طيران الاحتلال الروسي أكثر من 420 غارة جوية منها أكثر من 220 برميل متفجر وحاوية متفجرة. اضطر الفصائل المقاتلة إلى انحيازهم عن الحماميات وتلتها وما زالت العمليات العسكرية مستمرة منذ ساعتين تقريبا أو أكثر من ذلك. تم استهداف سيارة تابعة لميليشيا أسد الطائفية على محور الحماميات تقل عناصر تابعة لميليشيا أسد الطائفية ما أدى إلى تدميرها ومقتل العناصر بداخلها، أيضا استهداف عربة بي إم بي وسبقها إعطاب دبابة تابعة لميليشيا أسد الطائفية على محور الحماميات. أيضا سريت القنص التابعة للفصائل المقاتلة أيضا تمكنت من قنص 3 عناصر تابعة لميليشيا أسد الطائفية على محور الحويز لتكون الحصيلة يعني التقريبية لخسائر ميليشيا أسد الطائفية خلال 48 ساعة أكثر من 120 قتيل بحسب القادة العسكريين وتجاوز أعداد المصابين أكثر من 150 مصاب بينهم ضباط برتب مختلفة. شكرا على كل هذه التفاصيل جميل الحسن مراسل أورينت نيوز مباشرة من جبل شحشبو كنت معنا.